يسأل عن امرأة حجت وقبل طواف الوداع جاءتها الدورة فلم تستطع أن تطوف طواف الوداع، حيث أن الذي معها لم ينتظروا حتى تنتهي تلك الدورة، فقاموا ورجعوا إلى ديارهم ولم تطف. ما الحكم؟ هل يجب عليها الرجوع للطواف أم عليها دم أم أنه غفر لها وعفي عنها لظروفها؟ جزاكم الله خيرا، وهذا الأمر قبل ما يقرب من 8 سنوات. الحائض يسقط عنها طواف الوداع لقوله للحديث أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قد حاضت بعد الرجوع من منى وأنها قد طافت طواف الإفاضة، قال صلى الله عليه وسلم فانفري إذن، فأسقط عنها طواف الوداع. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.